كبار. والكباتن الكبار كابتن شريف وكابتن محمد حشيش. تحية كابتن شريف، ازي صحتك؟ ازيك حبيبي، منور الدنيا. منور منور كابتن شريف والله. وكابتن محمد حشيش معانا كمان. كابتن محمد حشيش، يا كابتن حشيش منور. ازيك يا ابو الكباتن، احسم لنا خلاف التشكيل يا كابتن. نعم، احسم لنا خلاف التشكيل. التشكيل بتاع الاهلي ان شاء الله في المباراه. هو كابتن شريف كان عايز يغير السيستم شويه. كابتن شريف ضرب كرسي في الكلوب وقال لك 4-4-2 والعب بمحمد هاني واحمد فتحي والناحيه الثانيه مع محمود وحيد وقدامه معلول، فكان في شويه يعني نقاش كده حاد ما بينه والكابتن محمد حشيش. فرؤيه حضرتك كابتن ربيع الاول للمباراه نفسها، وهل كابتن ربيع مع تغيير سيستم اللعب من 4-2-3-1 لتقفيل شويه 4-3-3 او تغيير اللعب بشكل عام؟ لا، ما هي يا كابتن يعني قصدي الطريقه الثابته دي لها فتره. لا يعني قدرات النادي الاهلي لو تلاحظ الفتره الاخيره ثابته على طريقه معينه 4-2-3-1. انت كابتن هاني حتى المدرب وحسب قدراته وحسب فلسفته في ماتش خارج ارضه على فريق كبير بحجم الوداد، انا اقدر احول الطريقه زي ما انا عايز. ده مهم جدا. انا قدرات اللي عندي يا كابتن، القدرات اللي عندي يعني مين اللي موجود عندي؟ انا بقول تيم، في حد مصاب، فحسب القدرات اللي عندي انا بشتغل على اتجاهين. انا يعني النادي الاهلي قدرات لعيبه النادي الاهلي والقدرات الفريق المنافس اللي انا بشتغل بيه، خاصه الماتش خارج ارض يا كابتن هاني. كلنا عارفين ان خارج الارض غير داخل الارض. صحيح. الله يفتح عليك. نعم. بقول لك الله يفتح عليك ربنا. طبعا يا كابتن شريف. طبعا. واحنا يعني قصدي انا 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 مدرب، وبعدين كنت لاعب سابق في النادي الاهلي ومنتخب مصر. واللي اقصده ان التحضير بالنسبه لظروف المباراه مهم جدا. انا بلعب مباراه خارج ارضي مع فريق منافس قوي جدا، مش سهل ابدا، عارف طريق البطولات طبيعي جدا. انا مش عارف انا يعني عندي انا فول تيم ولا لسه ناقص عندي بعض من المراكز المهمه اللي ممكن تفرق معايا. المدرب هنا مع القدرات يعني انا اعتقد من هنا بتيجي بقى الطريقه هنا. انا بقى اوجد بقى 3-4-3 4-3-3 4-3-1. فاللي انا شايفه ممكن بره بمشيئه الله تعالى ان انا اخرج بفضل الله. طبعا لا يمكن افتح كنت بره، لا يمكن ان انا طبعا الاهلي كبير بمن حضر، طبعا الاهلي كبير ونادي كبير والحمد لله ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى موجود بقوه وان شاء الله يكسب مباراه باذن الله تعالى. لكن العقل والحكمه والخبرات يا كابتن هاني، يا كابتن سيف، يا كابتن حشيش مهمه جدا في اداره المباراه. اداره المباراه رقم واحد، المدير الفني في المباراه خارج الارض رقم واحد. تعال وهدوء، انتوا معايا؟ معايا معاك طبعا. سامعينك كابتن، اتفضل. طبعا انا بقى قصدي المدير الفني رقم واحد. خبره المدير الفني بتاع النادي الاهلي مهمه جدا في هذه المباراه. خبرات اللعيبه في الطريقه والتنفيذ مهمه جدا جدا. الشكل الهجومي مهم جدا. الطريقه الدفاعيه اللي بتحول فيها من دفاع لهجوم هجوم ودفاع مهمه جدا جدا جدا. وسط ملعب النادي الاهلي ماشيه ده مهم جدا. فاللي اقصده يا كابتن ان انا بلعب. طب تلعب باثنين ولا ثلاثه في نص الملعب يا كابتن ربيع؟ برضو انت بتتكلم احنا عايزين برضو ناخد من كابتن ربيع رؤيته. يلعب باثنين في نص الملعب، يعني يلعب مثلا ديانج وعمرو السوليه، او يلعب بثلاثي ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي كمان ثلاثي. رؤيتك ايه في الجزئيه بتاعت نص الملعب دي يا كابتن ربيع؟ والله يا كابتن هاني انا قصدي بص يا كابتن، انا العب بطريقه المعتاده اللي هي 4-2-3-1. تمام. يعني ما كابتن محمد ما ليها شكل دفاعي وشكل هجومي يا كابتن. ايوه انا معاك يا كابتن ربيع، معاك انا معاك. ايوه كمل لك، كمل لحضرتك. الشكل الهجومي يا كابتن هاني 4-1-4-1. تمام. الشكل الدفاعي 4-4-1-1. مظبوط. يبقى انا 4 نص ملعب يا كابتن هاني، قدامهم واحد يبقى دي 5 نص ملعب. ايوه ما هو كابتن شريف بيبص لي 4-4. ما هو بيتكلم على الشكل، ما هو كابتن شريف هو بيتكلم على الشكل في الشكل الدفاعي اللي هو الطرفين بيرجعوا مع الاثنين الديفندر. أيوة. بيبقى 4 في نص الملعب، وبيبقى واحد الراجل المفروض اللي هو راس اللي هو 10 مثلا لو قفشه بيبقى تحت راس الحربه، بيبقى الشكل 1-1-4 يعني 4-4. ده اللي انا عايز اقفل الاجناب فيه عشان ما ادلهمش فرصه ان هم يختاروا. ما اختلفناش يعني احنا وصلنا لنقطه اتفضل يا كابتن ربيع كمل. اتفضل. واخبحتك يا كابتن، فاللي اقصده انت هنا بتدافع بتسع لعيبه وتسع حرب الصريح، ادي ده محطه كبيره عندي بشتغل عليها كويس قوي، وبنزل 4 في وسط الملعب وتحتيهم 4. يبقى انا
يبقى انا شغلي يا كابتن هاني الحمد لله تمام، يعني اربعه قدامهم واحد قدام حضرتك ادي الخمسه، والاربعه اللي قدامه ده راس حرب الصليب. يبقى انا النهارده بكثر العدد الكره في وسط الملعب، نص الملعب في وسط الملعب، فانا مامن نفسي كويس قوي يا كابتن هاني. ومن هنا ببتدي بقى ان انا العب على، هل يعني العب على المرتدات؟ المرتدات على فترات كبيره جدا مش عيب في وقت من الاوقات. صحيح. بقى كابتن فاللي اقصده هو ده اللي سلاح النادي الاهلي، النادي عنده قادر الراجل اللي يلعب بالمرتدات الساحه عنده مهمه جدا يقدر يحقق بيها الحظ. طب كابتن ربيع يلعب ببادجي ولا بمروان؟ يلعب بمين؟ مروان او بادجي؟ اه انا الماتش ده من وجهه نظري بادجي يعني يبتدي المباراه افضل، يعني هو عنده يعني الاثنين كويسين الحمد لله، بس مروان له دور بادجي له دور. دور بادجي في الماتش ده مهم جدا. صحيح. فاللي انا شايفه ان ممكن ابتدي ببادجي كويس قوي، واشيد برضه مره يبقى معايا تغيير وانا رابحه معايا من بره في اي وقت ان شاء الله لاعب مرسي القاهره، والاثنين اعتقد الاثنين يعني مهمتهم واحده ورا حربه محطه راسيه، بس انا اميل لبادجي يعني قبل مروان، يعني ممكن مروان يبقى رابحه معايا بره اغيره في اي وقت اغيره. انا ابتدي ببادجي يهدي لي خط الظهر، يجري لي طول وعرض، يعني محطه راسيه مهمه جدا اشتغل عليها عشان الزياده العمليه من تحت. وبس الفتره الاخيره عمل شوط كويس في فورمه ناضج كويس، بدا التجام، بدا تفاهم، بدا يسجل. انا من وجهه نظري لو بدا بس يبقى افضل واحسن باذن الله تعالى ان شاء الله. بادجي كمان، وانا انت عارف طبعا مروان امكانياته كويسه جدا، لكن الجو العام والمباراه دي بالذات وكابتن محمد حشيش بيوافقني الراي ان بادجي هيكون عنده سرعات افضل شويه. المحطه مروان محطه، لكن هو كمان عنده محتاجه هاني حتى فضل حاجه محمد. من بادجي برضو فضل. الكور اللي هتتشعلق واللي هتتلعب طويله هيطلع، هو طويل بيطلع مع الناس، ممكن واحده تسقط عشان التصويب من بره، دي مهمه قوي في الكور اللي هتتلعب من الاجناب سواء ثابته او متحركه، ممكن هو هيضايق اكيد المساكين لانه طويل وعنده الحته دي كويسه، كوره تقع عشان التصويب، لان انت عندك سلاح مهم قوي هو التصويب من بره، ما حدش هيسمح لك انك تروح لغايه الاخر. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه وبنقول لك الادوار يعني تتوزع بشكل مختلف. السؤال على حسب ظروف المباراه. نفس السؤال لو بدانا وكان في يا ترى نبدا بمروان او بادجي، نفس الكلام ممكن سؤال نبدا بمحمد هاني ولا نبدا باحمد فتحي؟ لا انا وجهه نظري يعني طبعا الخبره مطلوبه، محمد هاني ماشي كويس، هاني ماشي كويس. اه طبعا لعيب كويس طبعا اكيد، لكن في ظروف المباراه ديت حضرتك تقول ان الخبره هي يعني احمد فتحي يقوم بالدور ده افضل يعني. يا كابتن هاني بعد اذنك، هو هاني بعد كل الماتشات دي والبطولات دي والبوابه ما بقاش خبره طبعا. اه طبعا اكيد وعليه سنه صغير عافي، انت محتاج العافيه برضه، ما القوه محتاجها والسرعه وعنده مظبوط، لكن السن الصغير محتاجه عشان محتاج برضه ايه ناس يعني تجري كتير في الملعب وخدك تلتزم. انا من وجهه نظري هاني مش وحش، هاني كويس وجاهز وقادر الغرض ان شاء الله يتعافى ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ربيع نشكرك شكرا جزيلا على المداخله الرائعه، وكلنا نتمنى ان شاء الله التوفيق لنادينا النادي الاهلي. كل دوت يعني بنتكلم الكابتن شكرا كمان يساعدهم كمان انه كاف منح خلاص التبديلات الخمسه، فده ممكن اكيد يعني هيريح فريقنا بالدرجه الاولى. انا بس انا عايز ارجع لشريف في الحته، في لعيبه هاني يعني مثلا معلومه